نحكي عن السبينال كورد. اول شيء انا السبينال كورد تطلع من عند السبينال نيرفز، واحنا كليتنا سامعين بالسي 1 سي مثلا، سامعين مثلا ابسط شيء من نحكي عن البريكال بلكسس، نقول لك سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 سي 1، سامعين بها لولا صوت كلكم سامعين بيها. هذه نسميها عباره عن سبينال نيرفز. اوكي انا عندي بسرعه عامه عندي 31 بيرز اوف سبينال نيرفز، وهنا نقدر نزعل. أسأل سؤال، كم سيرفايكال فيرتبرا عندنا؟ كم سيرفايكال فيرتبرا؟ سيرفايكال بعد ما دعتي صراحة ما دعتي فقط السيرفايكال بالضبط 7. أنا عندي 7 سيرفايكال فيرتبرا. بالمقابل كم سباينال نيرفز كسيرفايكال عندي؟ الفيرتبرا 7 النيرف 8 كل زين. فلاحظوا هنا من أجي أرتبها شلون؟ معناها هذه مثلا رقم 1، هذه رقم 2، هذه 3 4 5 6 7، صح لو لا؟ 1 2 3 4 5 6 7. فبالتالي حتى ما انسى دائما السيرفايكال نيرف تطلع ابوف الفيرتبرا، فمن يطلع من عندي خلاص حط لون اصفر حتى يكون، والاول يطلع من هنا، الثاني يطلع من هنا، الثالث يطلع من هنا، الرابع يطلع من هنا، الخامس من هنا، السادس من هنا، السابع من هنا، الثامن من هنا. فيقول لك دائما تخلي ببالك من اجي اكمل طبعا اذا ادرس ورا السيرفايكل راح تجيني الدورزال اور ثوراسيك، صح ولا لا؟ عندي هذه دي 1 دي 2 وهكذا دي 3 الى حد ما اكمل. اوكي مو قصدي انه احكي كل تفاصيله، فبالتالي خلي ببالي من اجي اكمل معناها عندي الدي 1 راح يطلع من هنا، الدي 2 راح يطلع من هنا، الدي 3 يطلع من هنا. فاذا من هذا استنتج كل سباينال نيرف يطلع من طبعا كل سبانال نيرف تطلع جو الفرتبرا مالتها. فمثلا انا اقول عندي مثلا عندي اس 1، اتوقع الاس 1 يطلع لي من جو الاس فرتبرا، اس 1 فرتبرا، باستثناء يا هي الواحد للسبعه اللي تشوفها لتطلع ابوف كلها، بس الواحد للسبعه تطلع فوق الفرتبرا مالتها. ليش؟ لان انت عندك 8 نيرفز و7 فرتبرا. هاي نقطه حتى ما تنسوها ابد، انا شرحت لكم اياها بهاي الطريقه حتى ما تنسوها ابد. فمن هذا استنتج شو يقول لي؟ انت عندك 31 pairs of spinal nerves، 8 cervical، 12 thoracic، 5 lumbar، 5 sacral، 1 coccygeal. يقول لك C1 إلى C7 راح تطلع above the corresponding vertebra. فمثلا C3 مثل ما شفنا هذا C، مثلا هذا C3 اللي قدامي هذا راح يطلع above third cervical vertebra مثل ما شفنا هنا. C6 مثلا راح هذا اللي هو هذا C6 راح يطلع above C6 هذا ال 6 سيرفايكال فيرتبرا، السي 7 مثلا هذا راح يطلع لك ابوف ال 7 سيرفايكال فيرتبرا وهكذا. لكن من السي 8 وبلو وجوه كلها تطلع جواها، فمثلا السي 8 تطلع لي بين السي 7 والتي 1، التي 1 راح يطلع لي جو التي 1، التي 2 يطلع لي جو التي 2، جو التي 3 تطلع لي جو التي 3 وهكذا الى حد ما وصل. طبعا تي اور دي نفس الشيء، تراسك اور دورزال نفس الاسم، اوكي خاف تسمعون بيه ما اقصد. فانا نخلي ببالي هذا باستثناء السيرفايكال اللي هي مميزه، قلنا سي 1 الى سي 7 تطلع ابوف ذا فيرتبرا، السي 8 لان ما عندي سي هذا سيرفايكال فيرتبرا رقم 8، فبالتالي راح تطلع بين سي 7 وتي 1، اللي وراها كلها راح تطلع بلو the corresponding vertebra، مثلا ال2 يطلع لك below the second lumbar vertebra وهكذا. واضحه هاي النقطه؟ اكو شيء سؤال؟ لو اوكي واضحه بالنسبه لكم هاي الفكره. فبالتالي اذا سالتكم وارد واحد يجاوبني. يا نيرفي يصير انجري اذا قلت لك صار عندي برولابس ديسك بين ال3 ال4. يا نيرف راح يصير له انجري من بالتحديد يا سباينال نيرف. بالضبط كل زين على 3 متفقين على هذا الشيء، على 3 راح يصير. زي اذا قلت لكم بين سي 7 اند سي 1 مين راح يصير الانجل؟ كل زين راح يصير الانجل السي 8. اذا قلت لكم بين سي 1 اند سي 2 مين راح يصير الانجل؟ بالضبط عشيكم سي 1 اور دي 1 نفس الشيء. اوكي هاي النقطة كلش مهمة خليها ببالي وافتهم كل زين عشيكم. فهاي نقاط أساسية حتى افتهم القصة بالضبط. طيب خلينا نحكي عن السباينال كورد والإكستنشن مالته وين ينتهي. طبعا نحكي على مستوى الأدلت، عادة بالأدلت السباينال كورد ينتهي باللور كوردر اوف ال1 الى ال2 فيرتبرا بيناتهم. طبعا بالأطفال ممكن يصير بي إكستنشن بعد أكثر،
لكن بالأدلت بسرعة ما ينتهي between L1 L2 vertebra. هاي النقطة تخلوها ببالك. لكن لاحظوا الفرق عن spinal cord ينتهي L1 L2. Subarachnoid space اللي هو BCSF يمتد إلى غاية الـ S2. فهاي النقطة كلش مهمة. لاحظوا Subarachnoid space ممتد إلى الـ S2. لكن شو اسمه spinal كورد عادة ينتهي بليفل بين L1 و L2، يعني تقريبا هنا انا راح يبقى شيء يسميه كونس ميدولاريس، اوكي؟ اللي هي اكستنشن اله، لكن بسرعه ما اذا باوع هنا ينتهي السبانال كورد. بالمقابل شو اسمه سبارتنويد سبيس لا يمتد الى غايه الاس 2، فهي النقطه كلش مهمه خليها ببالي. انه بالادلت السبانال كورد ينتهي بالL1 L2 فيرتبرا. بالمقابل السبارتنويد سبيس اللي بي سي اس اف عادة يصير extension للور بارت اوف S2 vertebra. لهذا تشوفون اللي يسوون لمبر بانكتشر عادة وين يختارون؟ يختارون بين L3 L4 L4 L5. ليش؟ لان ببساطة بهذا الليفل انا السبانال كورد مالتي انتهى، فهذا الليفل راح القى بيه الكاود اكواينة، فبالتالي انا ما اخاف عليها على الانجل، فاقدر اسوي اسبيريشن للسي اس اف سيفلي. فهاي النقطة كلش مهمة اخليها ببالي. السبانال كورد ينتهي L1 L2 سبارتنويد سبيس يمتد الى S2 كلش مهم اخليها ببالي. طبعا نحن من نسوي لمبر بنكتشر مثلا شاكين هذا بيشت عنده مننجايتس او مثلا حتى مرات بالسبارتنويد هيمورج مرات واحده من النفل او حتى مثلا بالقضيه الجليان باري سندروم وغيرها هوايه من نسوي سي اس اف اناليسيس عاده انت من تجي تسحب من شنو راح تمر؟ اول شيء راح تمر بالسكن، اوكي؟ هذا رقم واحد، اول شيء تمر بالسكن ولا راح تمر بالسوبرفيشال فيشيا، هاي النقطة خليها ببالي. وياها طبعا اكو فات هنا ايضا راح تمر من عنده. وراها من تنزل اكو شوفوا هذا الليجمنت الموجود نسميه لان هو موجود ابوف ذا سباين، اوكي، فنسميه سوبرا سباينس ليجمنت. واكو واحد موجود بين السباين اسميه انتر سباينس ليجمنت اللي هو هذا رقم 4، اوكي؟ واكو واحد طبعا موجود بين السباين وبين اجيل اوتر اكستنشن اوف سباينال كورد، هذا ايش راح اسميه؟ راح اسميه طبعا هذا اللي قدامي، هذا اللي قدامي اسميه ليجامنتم فليرم. هاي النقطه خليها ببالي، هذا اللي تشوفوه قدامكم هذا السوبرا سباينس، هذا الانتر سباينس، هذا الجزء ليجامنتم فليرم. هذا وراها من اوصل ليجامنتم فليرم راح اجي تجيني المننجيز مال سباينال كورد، راح يجيني الابيديورال سبيس اللي هو هذا رقم 6 قدامكم، هذا الازرق، هذا كله الابيديورال سبيس، اوكي؟ دا اشوفه هذا عندي الازرق، هذا الابيدورال سبيس، وراح يجي ورا الابيدورال تجيني هو من اسمه ابيدورال او اكسترا دورال، راح يجيني الديورا اللي هي هذا اللون الوردي اللي قدامي، وراح يجي طبعا ورا الديورا شين يجي عندي؟ يجي الاركنويد، اوكي؟ ورا الاركنويد راح يجيني السب اركنويد سبيس اللي هو بي سي اس اف فلو شو اسمه كولكشن، فبالتالي اقدر اسحب من عندها. فكلش مهم تعرف انت من شنو تمر، انا دا امر من سكن فيشل فات سوبرا سباينس سباينس انترسباينس ليجامنتم فليرم ابيدورا دورا اركنويد اند سب اركنويد سبيس. كلش مهمه اعرف الان من دا اسوي اسبيريشن شلون. اي طبعا لازم تحفظوها، تجي اسئله مرات عليها شنو يا ليفل انت تمر، شنو ستركتشر انت راح تدخل به، يا ستركتشر نوت انفولد ممكن يجيبوا لكم، اوكي؟ فلازم تخلوها ببالكم تعرفون. طيب كل نجي على اهم موضوع اليوم، اهم موضوع بمحاضره اليوم وله هوايه ابلكيشن وراح نحكي عنه هوايه بالباثولوجي. فبالتالي اليوم اساس انه انت تفهم هذا الموضوع حتى بنجي بالباثولوجي يكون الموضوع كل سهل لكم. سامعين انتم مثلا انتيريور مثلا بيشنت قال لك هذا عنده انجري بالانتيريور بارت اوف ذا سباينال كورد او بالبوستيريور بارت اوف ذا سباينال كورد او عنده مثلا سيرنجوميليا او بيشنت مثلا عنده كذا ديزيز، اكو هواي ديزيز راح نحكي عليها تاثر على السباينال كورد، ان شاء الله نحكيها بالباثولوجي. فبالتالي هنا كلش مهم تعرف كل مكان بالسباينال كورد ايش فيه ستراكشر. حتى بعدين شنو؟ حتى بعدين من نجي اقول لك تراكو ليجن بالانتيريور بارت اوف ذا سباينال كورد، تجي انت تتوقع شنو راح يصير بيه دامج؟ انا اقول لك ليجن بالبوستيريور بارت اوف ذا سباينال كورد، تتوقع البيشنت عنده مانيفستيشن، مثلا بيشنت عنده ليجن بالسنترال بارت، تتوقع شنو المانيفستيشن؟ فبالتالي كلش مهم نفهم السباينال كورد ايش فيه ستراكشرز. لاحظوا بصوره عامه من اجي على السباينال كورد راح اشوف اكو جزء هذا الاوتر بارت، هذا الاوتر بارت اللي هو بالاحمر انا محاوطه هذا كله، اوكي؟ هذا كله الجزء،
هذا عبارة عن شنو؟ هذا عبارة عن شنو؟ white matter. Central part هذا central part مثل H shape هذا عبارة عن gray matter. فهاي النقطة خليها ببالي. هذا H shape اللي قدامي هذا عبارة عن gray matter. المحيط مالته يكون هو شنو؟ هو white matter. هاي النقطة الأولى أخليها ببالي وأعرف. أكو central part اللي هي central canal. Central canal of the spinal cord. هذه نعرفها كل زين ونستعملها. طيب خلي أشوف شرح ألقين structures بالسبانال كورد. أول شيء طبعاً هذا الانتيرير بارت وهذا الدورزال بارت. فبالتالي راح تلقى هنا الدورزال كولوم. الدورزال كولوم شنو وظيفته؟ تمني أتذكر. بالضبط كان له علاقة بالجوينت بوزيشن، بالبرشر، بالتاتش، بالبروبريوسبشن، كلها كانت مهمة الدورزال كولوم كل السنة، أوكي؟ فبالتالي الدورزال كولوم راح اشوفه من اسمه دورزال هو موجود بالدورزال. لكن خلوها ببالكم، تتذكرون من اخذنا البرين ستيم سكشنز قلنا اكو شيء قلنا على شيء اسميها كيونيتس واكو وحده ثانيه اذا تتذكروها كل زين قلنا جراسيلس. من يتذكر عندي شفنا جراسيلس وكيونيتس وقلت لكم هذه بعدين نمر عليها ونعرف وظيفتها. طيب لاحظوا هنا إذا تلاحظون هنا أنا راح تشوفون الكيونيتس اللي هي موجودة لاترال، أوكي لاحظوا هاي الشيء. الكيونيتس كسكشن موجودة لاترال. الفاسكولس جراسيلس أو النيوكليوس جراسيلس موجودة ميديا، فهاي النقطة اتفقوا عليها. لاحظوا هنا المسؤول عن الدورزال كولوم فانكشن باللور لم، يعني بين قوسين البروبريوسبشن، الفايبريشن، التاتش، البريشر اللي ينقلها من اللور لم هي مسؤول عنها من هي؟ مسؤول عنها الفاسكولس جراسيلس، فهي ال لور لم وموجوده عاده ميديال، فهي النقطه اخليها ببالي. بالمقابل وهنا النقطه ركز عليها كلش مهم، المسؤول عن الابر لم اللي هي من هي؟ الكيونيتس، فهي بها يو حرف يو، فهي ابر لم لكن موجوده لاترالي، خلوها ببالكم هاي النقطه. واتصور انا هم اكو سكشن ثاني بعد واضح هنا المفروض مو مهم. فبالتالي لاحظوا هنا انا اريد من هسه تخلون ببالكم هاي البوينت انه الدورزال كولوم موجود دورزال، اوكي؟ هنا هذا الجزء هذا اسميه شنو؟ هذا اسميها جراسيلس، هذا اللي تنقل لي من تنقل لي من اللور لم. بالمقابل هذا الجزء هذا الجزء وهذا الجزء اثنينات هذه اسميها كيونيتس، هذه تنقل لي من الابر لم، هاي النقطه واحد. طيب وين اشوفهم؟ عاده الجراسيلس راح اشوفها على طول السبينال كورد، راح اشوفها موجوده. لكن الكيونيتس ما تبين لك الا تي 5 اند اباف. يعني مثلا بالتي 4 تشوفها، بالتي 3 تشوفها، بالتي 1، تي 2، تي 1 سي تشوفها. لكن من انزل تي 6 راح اشوف فقط عندي الجراسيلس. فبالتالي هاي تفيدني اميز بالسكشن اوف سبينال كورد. راح نحكي احنا بعدين بعد اكثر بتفاصيل اكثر، لكن اريد من هسه تخلون ببالكم انه انا من اشوف عندي الجراسيلس والكيونيتس اثنيناتهم بينات، انا معناها يا اما تي 5 يا اما اباف. من اشوف فقط الجراسيلس موجوده اقول انا معناها تي 6 اور بيلو اور بيلو. هاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي. فاذا الجراسيلس هي لور لم اشوفها بالسبينال كورد، الكيونيتس هي upper limb موجودة laterally وأشوفها T5 and above. هاي النقطة كلش مهمة نخليها ببالنا وضيفوها لتنسوها، كلش مهمة تضيفون إنه الكيونيتس موجودة T5 و above. هاي النقطة كلش مهمة تخلوها ببالكم. فإذا أنا أعرف من هنا هذا الدورزال كولوم موجودة هنا، زين من يتذكر لي يا ديزيز كان يأثر على الدورزال كولوم؟ إحنا ما راح نحكي هسه، راح نحكي بعدين بالتفصيل ونمر عليه، لكن من يقول لي يتذكر لي infection كان ياثر على الدورزال كولوم؟ بالضبط عاشتيكم النيوروسيفلس، اوكي؟ ان شاء الله راح ناخذها بالتفصيل بعدين بالباثولوجي، لكن السيفلس كان ياثر لي على الدورزال كولوم، اوكي؟ ان شاء الله ناخذها بعدين بالباثولوجي بالتفصيل. فاذا كدورزال كولوم واضحه اطباء شنو وظيفته؟ وين القاه؟ عندنا مشكله لو اوكي. طبعا هو يسميه هو ascending tracts. ليش ascending؟ لان ببساطه هو دا يصعد، هو sensation ينقل معلومات للبرين، فبالتالي احنا نعتبره ascending tracts. الموتور هو يعتبر descending. طيب خلينا ناخذ شيء ثاني اللي هو هذا اللي تشوفوه اللاترال spinothalamic tract والانتيرال spinothalamic tract.
طبعا انا ما يهمني الانتيلير صراحه، يهمني اللاترال. اللاترال اللي هو احنا عاده نسميه سبانوثالاميك تراكس، مسؤول عن البين اند تمبرتشر، فمهم كلش تعرفون مكانه اللاترال او السبانوثالاميك تراكس اللي هو مسؤول يكون عن البين اند تمبرتشر. اوكي، فهاي نقطة خليها ببالي كلش مهمة، انه اللاترال سبانوثالاميك تراكس مسؤول عن البين والتمبرتشر، واشوف عاده لاترالي، فهاي نقطة كلش مهمة خليها ببالي. بالمقابل من اجي هنا دا اشوف هنا عندي الكورتيكوسبينال تراكس، اوكي، بي جزء لاترال وبي جزء انتيرير. يهمني طبعا تعرفون هو مسؤول عن الموتور فانكشن، الكورتيكوسبينال تراكس مسؤول عن الموتور فانكشن، كلش مهمة تخلوها ببالكم. وحاط بصورة عامة، طبعا هذا الجزء اسميه posterior horn، هذا الجزء اسميه anterior horn، هذه central canal. كلش مهم اذا تعرفون هذا الدورسال كولوم، تعرفون بالمقابل هذا السبانوثالاميك، تعرفون بالمقابل هذا الكورتيكوسبينال تراكت، تعرفون الانتيرير هون والبوستيرير هون والسنترال كانال، كلش مهم تعرفون هذه كل واحد وين موجوده. عندنا مشكلات بهذا، اوكي هذا الجزء واضح بالنسبه لكم. طيب كلش خلينا نبدي ناخذ واحد واحد ونحكي عنه. خلينا نبدي نحكي عن السبانوثالاميك تراكت او على الدورسال كولوم، شلون موجود هو نحكي عنه. اول شيء شنو وظيفه الدورسال كولوم؟ مسؤول عن البريشر، الفايبريشن، فاين تاتش، البروبريوسبشن، تو بوينت ديسكريميشن، كل هذه مهمه الدورسال كولوم. وين موجود؟ هو من اسمه دورسال. طيب شلون راح ينقل لي؟ راح نشوف احنا عندنا فيرست وسكند اوردر نيورون وعندها تو سينابس مثل ما راح نشوف. اول شيء طبعا عندي سنسوري نيرف اندنج، اوكي؟ هذا اللي يجي مثلا انت ايدك او برجلك ايا كان او اي مكان. من يجي تحس واحد يضغط بفايبريشن شلون؟ راح يمشي هذا الفيرست اوردر نيورون يمشي عندك ويروح على مكان نسميها دورزال روتس جانجليون، اوكي؟ يسوي وياها السينابس، فاذا السينابس الاول طبعا هو اول شيء راح يمشي من الفيرست اوردر نيورون من السنسوري نيرف يوصل لحد الدورزال روتس جانجليون، وراح يسوي لها باي باس للدورزال روتس جانجليون الى حد ما يوصل للسباينال كورد. هاي القصة كلها من يمشي من المكان ما سنسيشن لحد ما يوصل للسبانال كورد اسميه فيرست اوردر نيورون. هاي النقطة كلش مهمة تخلوها ببالكم. لاحظوا هذا عندكم الدورسال كولوم مثل ما مكتوب. انا جيت سويت فايبريشن تاتش بروبريوسبشن، راح يمشي هذا كله، هذا راح يمشي يسوي بالباي باس للدورسال روت جانجليوم ويوصل هنا. هاي كلها هذا قدامي هذا اسميه فيرست اوردر نيورون. هاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي الى حد ما يوصل للسبانال كورد اسميه فيرست اوردر نيورون. من يجي هنا طبعا راح يسوي لي هنا من يوصل هنا اخلي ببالي هنا نقطه كلش مهمه، هو من يجي يوصل للسبانال كورد قبل ما يوصل هذا هو الفيرست اوردر نيورون راح يسوي السينابس ويا من هو؟ ويا حسب ابر ليم لو لور ليم. اذا لور ليم ويا الجراسيلس، إذا أبر ليم ويا الكيونيتس مثل ما حكينا عنها. الكيونيتس موجودة لاترالي، الجراسيلس موجودة ميديال مثل ما حكينا عنها. فهنا هو راح يسوي سينابس ويا السبينال كورد، فبالتالي هنا عرفت أنا قضية شنو الفيرست أوردر نيورون. الفيرست أوردر نيورون هو عبارة عن سنسوري نيرف إندينج، راح يمشي يسوي لك باي باس للبسيدو يوني بولار سيل موجودة بالدورسال روت جانجليا ويدخل لك بالسبينال كورد ويسوي أسيندينج بالسبينال كورد. السيناس مالته وين؟ راح يشيل ويا النيوكليوس جراسيلس اذا كانت وين؟ باللور ليم، والنيوكليوس كيونيتس اذا كانت ابر ليم، هذا الشيء تكلمنا عنه. ورا وين طبعا؟ راح يمشي بعدين راح يصير عنده ديكوستيشن يعبر للجهه الثانيه. وين يعبر؟ عاده بالليفل اوف ذا ميدولا، هاي النقطه كلش مهمه. هذا السكند اوردر نيورون اللي اذا يعبر بالميدولا نسميه ميديال لامينسكس. فبالتالي اذا تسمعون مصطلح الميديال لامينسكس هو نفس الدورسال كولوم بس بالتحديد اللي هو اللي يصير له ديكوستيشن اللي هو السكند اوردر نيورون. من يعبر من الميدولا راح يصير له اسيندنج لحد ما يوصل للثلمس للفنترال بوستيرولاترال نيوكليوس اوف ذا ثلمس اللي بيها السنسر وبعدين يوصل للسنسري كورتكس، اوكي؟ فبالتالي هنا أنا الاحظ ارجع هنا دا اشوف عندي هنا جاني هذا النير وصل للسبانال كورد وكمل وسوى شو اسمه بالسبانال كورد سينابس ويا الكيونيتس او الجراسيلس حسب هو جاي من الابر ليم او اللور ليم.
باللفل مال المدلة سوى كروسنج للأوبوزيت سايد، هذا اللي أسميه الميديال لامينيسكس، هاي النقطة خليها ببالي. وها طبعا هذا الميديال لامينيسكس راح يصعد يوصل للفنترو بوستراتيلار نيوكليس أو الثالاموس، ومن الثالاموس يروح يوصل للبوست سنترال جيروس اللي هو السنسري كورتكس الموجود بالبارايكسال لوب. أوكي، فإذا أخلي ببالي هو هذا الباثوي مال دورسال فورما. طيب شنو أهمية هذا الشيء؟ أبي أسألكم سؤال وأنتم لاحظوا وركزوا بالجواب. لاحظوا هنا، لو قلت لك هنا أنا صار عندي ليجن بالنقطة هاي اللي مأشر عليها بالأحمر، تتوقع راح يجيك البيشنت بسيلاترال لوس أوف بروبريوسبشن، بريشر سنسيشن، فايبريشن لو كونترا لاترال، إبسي لو كونترا بهالحالة؟ بالضبط إبسي لاترال. ليش؟ لأن هو ستيل بهذا المكان راح يفقد نفس الشيء. زين لو إجاني هنا الليجن راح يكون إبسي لو كونترا لاترال. ايضا ابسي لاترال. زين طيب اذا اجيت وقلت لكم هنا صار عندي الليجن راح يصير عندي ابسي لو كونترا لاترال. كونترا لاترال كل الزين، والبقيه كلها كونترا لاترال. هو حاط لكم اي وبي وسي اللي هي هذه اي بي سي راح اشوفها كونترا لاترال. اوكي، وطبعا دائما بالمقابل يقول لك مثلا الدي اللي هي هنا يكون ابسي لاترال. هذه خلوها ببالكم. اذا الدورسال كولوم وين يصير بي دوكسيشن؟ يصير عنده بالمدلة. فبالتالي كل ليجن، وهاي خلوها قاعدة اكتبوها عندكم وضيفوها، كل ليجن بالدورزال كولوم بالسباينال كورد راح يجيني بإبسي لاترال مانيفستيشن. هاي النقطة خلوها بالكم. دائما الدورزال كولوم إذا كان صار بي ليجن بالليفل اوف ذا سباينال كورد يكون إبسي لاترال، لكن افتر دوكسيشن ان المدلة اند اباف يكون كونترا لاترال. فهاي النقطة كلش مهمة، تعرفون السايت اوف ديكوستيشن حتى اعرف هذا ابسي لاترال او كونترا لاترال. فاني عرفت اذا الديكوستيشن مالته يكون بالليفل اوف ذا مدلة. واضحة فص الدورزال كولوم؟ عندنا مشكلة لو اوكي واضحة بالضبط كل الزين. كلش راح يفيدنا بعدين بالسبانال كورد باثولوجي، فبالتالي ضروري من هسه تفهمون على القصة، لان اكو فرق مثل ما راح نحكي بالسبانوثلاموس. من اجي على السباينوثلاميك تراكت مثل ما قلنا اركز هو ميلي البين والتمبرتشر باللاترال، انتيلر العلاقه بالفوت تاتش، العلاقه بالبرشر، لكن اهم شيء تعرفون البين والتمبرتشر هذا الشيء. الفيرست اوردر نيورون يكون هو عباره عن سنسر نيرف اندنج راح يسوي باي باس للسيدون بولر الموجوده بالدورزال والكنجليا ويدخل السباينال كورد. اوكي، راح يسوي سينابس ويا الجراي ماتر الموجوده بالسباينال كورد هم. اوكي، لكن لاحظوا هنا النقطه المهمه، السكند اوردر نيورون وين راح يصير له ديكوستيشن؟ راح يصير له ديكوستيشن بالسباينال كورد، بس يعبر الانتيرير وايت كومشر راح يصير له ديكوستيشن ويبدي يصعد كونترا لاترالي الى حد ما يوصل الثلامس وبعدين للسنترال كورتكس. لاحظوا هنا بالصوره تبين اكثر واوضح. شوفوا هنا عندي هذا الفيرست اوردر نيورون وصل هنا بالسباينال كورد، راح يصير له ديكوستيشن وين؟ بالسباينال كورد مباشره. فبالتالي صار الديكوستيشن وراح يصعد بالمدلة للثلاماس لحد ما يوصل السنسوري كورتكس. فإذا أخلي ببالي السباينال ثلاماك تراكس الديكوستيشن مالته يكون بالليفل اوف ذا سباينال كورد. لهذا من يجيني ليجن أخلي ببالي هاي النقاط كلش مهمة. من يجيني بيشنت عنده ليجن بالسباينال كورد يقول لي تتوقع الأخبار البين والتمبرتشر ممكن يكون اللوس بالكونترا لاترال مو ابسي لاترال مثل الدورزال كورون. فهاي النقطة كلش مهمة تخلوها ببالكم، كلش ضرورية تعرفون هذا الشيء. ليش؟ لأن اكو هواية ديزيزز راح نحكي عادة يصير عندي مثلا، سامعين انتو ديزيز نسميه براون سكوارت سندروم؟ بالضبط، اللي هو سباينال كورد هيميسكشن، يعني جزء من نص السباينال كورد تقريبا يكون ما بي فانكشن. فدائما يقول لك ايش راح تلقى بي مانيفستيشن؟ طبعا هو بي هواي مانيفستيشن، لكن دائما يقول لك تخلي ببالك البين والتمبرتشر تكون المانيفستيشن دائما تكون ابسي لاترال مالته، الفايبريشن، الفانكشن، الموتور فانكشن تكون ابسي لاترال، الوحيد دائما يكون كونترا لاترال منه هو اللي هي البين والتمبرتشر. ان شاء الله راح نحكي بعدين بالتفصيل ونحكي. البرانسي كوارت سندروم اللي هو شنو عباره؟ انا عندي هذا مثلا السكشن مال شو اسمه؟ سوري مثلا خليني ارسمها بهذه الطريقه، هذا السكشن مال سبانال كورد، وهذه طبعا التفاصيل مالته ايا كان تفاصيله، هذا يصير بي دمج هيجي، وان هاف يصير بي دمج، اوكي؟
يصير عندك spinal cord hemisection. فدائما يقول لك شو يصير عندهم هذول البيشنت؟ احنا كليتنا نعرف الدورزال كولوم مباشره يصعد يكمل ابسيلاترال الى حد ما يوصل المدلة يلا يصير به ديكوستيشن. فبالتالي اتوقع بالسبانال كورد راح يجيك عنده ابسيلاترال لوس اوف فايبريشن، ابسيلاترال لوس اوف مثلا موتور فانكشن مثل ما حكي عن كورتيكوسبانال تراكس. لكن شنو هو الكونترالاترال لوس؟ اللي هو الجزء اللي راح يجي ويصير له مباشره ديكوستيشن، ما يروح يصعد المدلة يلا يصير له ديكوستيشن، اللي هو من هو؟ اللي هو السبينوثالاميك تراكت. فتشوف البين والتمبرتشر تكون هي الكونترالاترال. فكلش مهمه من هسه تخلون ببالكم هاي النقطه انه السبينوثالاميك تراكت الديكوستيشن مالته ات ذا ليفل اوف ذا سباينال كورد مو بالليفل اوف ذا مدولا. هاي النقطه كلش مهمه اخليها ببالي. واضحه اطباء؟ عندنا مشكله؟ اوكي بالنسبه لكم واضحه؟ كلش خلينا نحكي عن الديسيندينج تراكت اللي هو اخر واحد اللي هو اللاترال كورتيكوسبينال تراكت اللي مسؤول عن الموفمنت اوف كونترالاترال لينس، مسؤول عن الموتور فانكشن. طبعا هذا بي ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون. الابر موتور نيورون شنو مصطلح الابر موتور نيورون حتى تعرفوا من هسه نتفق عليه؟ الابر موتور نيورون اي شيء ابوف انتيرير هورن سيل اللي موجوده هنا اقول عنه هذا ابر موتور نيورون. اي شيء below the anterior horn cell الموجوده بالسبينال كورد اقول عنه lower motor neuron. هاي النقطه خلوها ببالكم. اللي يفصل لي الابر من اللور motor neuron بدي احكي على السبينال كورد هي الانتيرير هورن سيل. فبالتالي اي يجيني above the anterior horn اقول هذا upper motor neuron. اي شيء below the anterior horn اقول عنه هذا lower motor neuron. فبالتالي السؤال الستروك تعتبر upper motor او lower motor neuron؟ upper كل زين. إذا صار عندك كات بالسبينال كورد بالتحديد ايش يعتبر هذا ابر موتور ولا لور موتور؟ سبينال كورد احكي ايضا يعتبر ابر موتور ما دام ابوف انتيرير هورن سيل. زين البروفيرال نيرف اللي طالعت لي البروفيرال نيرف مثلا السياتيك نيرف مثلا الارنر نيرف هذه تعتبر لور موتور. فبالتالي دائما تخليها ببالك. هاي انا من دي احكي عاده على ابر ولور اخلي دي احكي الليفل مالتي على الانتيرير هورن سيل. طبعا باستثناء شنو؟ الكرينيال نيرفز. الكرينيال نيرفز لها قصه واحد لها علاقه بالنيوكليوس مالتها راح نحكيها بوقتها شنو الابر واللور موتور. الكرينيال نيرفز تختلف القصه ما لها علاقه بالانتيير هورن سيل. لكن بصوره عامه بدي احكي على النيرفز بالبادي الانتيير هورن هي اللي تفصل الابر من اللور موتور نيورال ليجن. اوكي؟ فبالتالي الابر موتور نيورال اقصد به هو هذا كله هذا اقصد ابر موتور. اللور موتور هو هذا الجزء اللي طالع لي ورا الانتيير هورن سيل. اوكي؟ فبالتالي نرجع شنو اقصد بالقصه مالت مال ابر موتور؟ اول شيء طبعا هو موتور. فبالتالي السيل بادي راح هو يعتبر ديسيندينج مو هناك البرايمري الفيرست اوردر نيورون كان عندي هناك مثلا دائما شنو نحكي وين؟ موجود السنسر نيرف اندينج وهاي التفاصيل. لا هنا أنا عاده الابر الفيرست اوردر نيورون راح يدي لي من الموتور كورتكس البرايمري موتور كورتكس ويصير عنده ديسيندينج ابسيلاترال through the posterior limb of internal capsule. تذكرون من قلنا على internal capsule قلنا ال posterior limb مالته يكون شنو؟ يكون نقطة شو اسمه ال posterior limb يمر به corticospinal tract. كلش مهم هذا حكينا عنه وارجع على internal capsule راح تلقون ان ال posterior limb يمر به corticospinal tract. طبعا وراها طبعا يقول لك ال most fibers راح يصير بها ديكوستيشن بالمدلة وشفناها بالصورة. تذكرون البيراميدال ديكوستيشن بالسكشن مال المدلة؟ تمام. فبالتالي اذا الديكوستيشن مال كورتيكوسبينال تراكس يكون بالليفل اوف ذا مدلة. هاي النقطة كلش مهمة. وراها يصير عادة ديسيندينج كونترالاترال يصير له سينابس ويا الانتيرير هورن سيل. اوكي طبعا هذا السؤال حلو. الانتيرير هورن موجودة بكل سبينال كورد؟ اي بالضبط موجوده بكل ليفل سبينال كورد. فبالتالي من اقول عنها مثلا C5 C6 اكيد هو عابره من الانتيرير هون. فبالتالي موجوده اي موجوده على الليفل سبينال كورد كل الانتيرير هون. اوكي تمام. فبالتالي راح يصير لي عاده سينابس ويا الانتيرير هون سيل وراح يجيني اللور موتور نيورون اللي يطلع من السبينال كورد ويكمل عاده لحد ما يوصل نيورو ماسكولار جنكشن يساعدني بالمسل كونتراكشن. نرجع على الصوره تفسر لي كل شيء. انا عندي يديني المين يديني من البري سنترال جايروس اللي هي انتيريور للسنترال سلكس اللي هي الموتور كورتكس الموجود بالفرونتال لو يصير له ديسيندينج يوصل وين؟ يوصل للبوستيرير لين اوف انترنال كابسول.
تذكرون هذا الشيء حكيناه بالضبط بالانترنال كبسول، وراح يبدي يكمل لحد ما يوصل للمدله. بالليفل اوف مدله راح يصير له ديكوستيشن للكونترالاترال سايد، هذا نسميه بايراميدال ديكوستيشن، موجوده عندكم بالسكشن مال المدله كلش واضح البايراميدال ديكوستيشن وركزنا عليه وحكينا عنه. وراح يبدي ينزل كونترالاترال بالسبينال كورد ويكمل الى غايه ما يوصل للانتيرير هورن سيل، هنا يعبر كلور موتور نيورون. فبالتالي كل هذه كان ابر موتور، اللي جواها لور موتور. فاذا انا اتوقع القصه هنا صح، هو ديسيندنج تراكت بالمقابل الدورسال كولوم كان اسيندنج تراكت، بس اثنيناتهم الديبستيشن مالتهم بالمدله. فبالتالي لو اتخيل انا اتخيل ببساطه، خلي ارسم مال هاي الجهه الدورسال كولوم، الدورسال كولوم هم راح يصعد لي هنا يصير له ديبستيشن هنا ويصعد يروح على البوست سنترال جايروس. اوكي، بالمقابل السبانوثالامك خلي ارسمه باللون الازرق. اوكي، طبعا هذا حتى تعرفوا هذا الدورسال كولوم. السبانوثالامك من اجي ارسمه هنا اهم هنا يصعد يجيني من هنا مباشره يعبر ويكمل، طبعا هو مو مباشره يصعد لك الضفل وراها يعبر، بس للتوضيح لكم يعبر هنا ويكمل ويوصل لهنا. فبالتالي هذا من اني دائما احكي لكم اتوقعوا صار عندي سبانال كورد هيمي سكشن، طبعا هي كونترالاترال يعني هم انا عندي جزء من هنا راح يجي يصعد من هنا ويكمل هنا ويوصل لهذا الجزء، وبنفس الوقت عندي جزء من الدورزال كولوم اللي رسمناه باللون الاحمر راح يجي يصعد هنا ويبقى مكمل هنا لحد ما يصير ديكوستيشن ويوصل لهنا، وبنفس الوقت هم عندي جزء خلي ارسمه باللون مثلا الاسود اللي هو قضيه الكورتيكوسبانال تراكت، هم راح ينزل من هنا هنا يصير له ديكوستيشن ويجي نكمل هنا. فبالتالي دائما من اجي اتخيل، تخيلوا هنا صار عندي الليجن، خلي ارسم لكم اياه، تخيلوا هنا عندي الليجن. اوكي، تخيلوا هذا الليجن صار عندي سبانال كورد هيمي سكشن، صار دامج بالسبانال كورد. هنا اسال سؤال، شنو اللي يصير كونترالاترال وشنو يصير ابسيلاترال؟ اذا اباوع اني عندي هذا الكورتيكوسبانال تراكت نازل مكمل هنا، فراح يصير عندي كورتيكوسبانال تراكت يكون ابسيلاترال، الموتور يكون ابسيلاترال، هذا الشيء متفقين عليه. طيب قولوا لي انتم هذا الاحمر اللي هو الدورزال كولوم يكون ابسيلاترال لو كونترالاترال، انتم جاوبون بالضبط الدورزال كولوم اذا باوع له الاحمر مكمل وياه جوا فيكون ايضا ابسيلاترال. طيب احكوا لي السبانوثالامك تراكت، اوكي يكون ابسيلاترال لو كونترالاترال اللي هو هذا الازرق اللي قدامي، ده اشوفه هذا الازرق ده ينزل 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 وراها يعبر من هنا فيكون كونترالاترال، وهذا ترى هو هذا براون سكوارد سيندروم اللي هواي كنتوا تقروه بالكتب، هذا ابسي كونترال ما اعرف شنو وده، لا هي ببساطه طبعا اكو تفاصيل بعد اكثر على ذا ليفل اوف ذا ليجن وبلو ذا ليجن هذه نحكيها بوقت سهل، لكن انا اريد منها ستفهمون شنو الكورتيكوسبينال، شنو الدورسال كولوم، شنو السبينال ثالامك، وين يصير بيها ديكوستيشن حتى تفهمون هذه الديزيزز. واضحه اطباء؟ عندنا مشكله استفسار لو اوكي بالنسبه لكم واضحه؟ كل زين عاشتي. فبالتالي هاي النقاط كلش مهمه نخليها ببالنا. خلينا نحكي عن الريفلكسز، هاي مهمه كلش نعرفها، نعرف كل واحد شنو الليفل مالته، احنا دائما نسوي مثلا يقول لك سوي ريفلكسز اوف ابر لين او ريفلكسز اوف لور لين. لازم تعرف انه الاكلس ريفلكسز يعني انت لما تيجي تسوي على الاكلس تندر ريفلكس هو عباره عن S1 S2، هاي النقطه لازم تخليها ببالك. بالمقابل الباتيلا ريفلكس اللي هواي سوى هو L3 L4 وكنت بسميه L2 L3 L4، لكن هو مينلي L3 L4، فخلي ببالي الباتيلا ريفلكس هو L2 L3 L4 او L3 L4 ماكو مشكله. بالمقابل الاكلس ريفلكس هو S1 S2. البايسبس والبريكوراديالس، البايسبس كنا نسويها عاده باللور ار والبريكوراديالس تسويها باللور فور ار، تتذكروا كل زين اثنيناتهم سي 5 سي 6 فخليها ببالي، لكن الترايسبس اللي كنا نسويها بالباك مال ار عاده تكون عباره عن سي 6 سي 7 سي 8 وبالتحديد صراحه هي سي 7 سي 8 دائما يجيبوها. اوكي، فاذا اخلي ببالي الاكلس سي اس 1 اس 2 باتلر ال 2 ال 3 ال 4 البايسبس والبريكيور ريدالس سي 5 سي 6 بالمقابل الترايسبس هي سي 7 سي 8 مثل ما واضح عندكم بالصوره كل الزين. اضافه لها طبعا عندك في ماستريك ريفلكس اللي هي ال1 او 2 تكلمنا عنها قبل، حكينا عن الماسكلوس اللي تصور تذكروا حتى بالروبودكتيف مرت علينا. الانال وينك ريفلكس اللي هي عليها علاقه بالانال تون تكون هي عباره عن اس 3 اس 4. اوكي،
وطبعا يقول لك الرفلكس جرايدنج تبدي من صفر اللي هي ما عندك اي موفمنت، عندك 1 هي هايبو اكتف، عندك 2 اللي هي نورمال اني وانت اي واحد ما عنده ليشن تكون نورمال، 3 تعتبر هي هايبر اكتف، و4 تكون هايبر اكتف وذ كلونس هاي نعتبرها الجريد 4. اضافه لها طبعا كلش مهم تعرفون كل واحد شنو مالته شنو الروت مالته، فكلش مهم. لا تنسى البايسبس والبريكيو C5 C6، الترايسبس C7 C8، الباترلر L3 L4، الاكلس S1 S2، كلش مهم خلوها ببالك. طيب عندنا شيء على الرفلكسز لو واضح هذا الباب. طيب خلي نحكي عن البرمتيف ريفلكسز اللي نشوفها بالاطفال. البرمتيف ريفلكسز اللي هي عباره عن CNS ريفلكسز راح تشوفها بالهيلثي انفانت، لكن تبدي تختفي بالنيورولوجيكالي انتاكت ادلت. يعني مثلا هواية من الرفلكسز اللي راح نحكي عنها من اشوفها بالادلت هاي بالنسبه لي اب نورمال وتسوي لي مشكله، اوكي؟ فبالتالي هذه عاده بالمقابل ما اشوفها بطفلها ايضا مشكله عندي، فبالتالي كلش مهم اعرف هذه الرفلكسز. عاده اغلبها راح تختفي خلال 1 سنه، بعضها يختفي بثلاث اشهر، بعضها بست اشهر، اكو بعضها بسنه، مو موضوعنا نعرف بالضبط. هاي بالاطفال ان شاء الله على ستيب 2 سي كي لازم تعرف كل واحد ايش وقت يختفي، لكن كستيب 1 مهم تعرفها انه هي شلون اسويها، شنو وظيفتها، رغم انه قليله اسئله عليها. اكو واحد دائما يسال هو هذا اللي قدامكم هذا راح نحكي عنه. طبعا هاي البرمتيف ريفلكسز عاده من يصير عندك ماتشوريشن ويصير عندك جود فانكشن اوف فرونتال لوب راح يصير بيها انهبيشن، فبالتالي فرونتال لوب كان يسوي لي انهبيشن للبرمتيف ريفلكس. البيشنت اللي عندهم فرونتال لوب ليجنز احيانا يصير عندهم loss of inhibition فيرجع عندهم هذه primitive reflexes. فهاي النقطة خلوها ببالكم، أحيانا frontal lobe lesions يجي الـ patient في هاي primitive reflexes، خلوها ببالكم هاي النقطة كلش مهمة، أوكي؟ طيب خلينا نحكي عن الـ reflexes اللي عندي. أول شيء طبعا عندي الـ motor reflex. المور ريفلكس هو هذا ببساطه، شايفين انه انت كانه بدك تخلع الطفل، كانه انت بدك تفض الطفل، اوكي؟ هذا المور ريفلكس تشوف عاده الطفل اول شيء يبدي شو اسمه سبريدنج اوت للارمز، يبدي يفتحها لايديه وشوي شوي يبدي يسوي لها يسدها. هسه راح نشوفه. فبالتالي المور ريفلكس اللي هو عباره انه شنو تشوف عند الطفل يسوي لك ابدكشن اكستنشن، اوكي؟ من ينخرق وراها طبعا وراها يجي يفتحها على بعضها يجمعها على بعضها. ففي البدايه هو يسوي لك ابدكشن، يبعد وراها يسوي لك ادكشن. هاي النقطه المهمه نخليها ببالنا اللي هو المورو ريفلكس. اتصور انتم كلكم مار عليكم شايفين ومسويه هوايه بالاطفال، اوكي؟ فبالتالي هذا المورو ريفلكس. اكو شيء بالمقابل نسميه روتينج ريفلكس اللي هو شنو؟ انت ببساطه بس تجيب ايدك على الشيك او قريبه من الماوث للطفل، راح الطفل كانه دا يبدي يحرك راسه باتجاهك، يبدي يدير راسه باتجاهك، اوكي؟ كانه هو دا يبحث عن نبل سيكينج، كانه دا يحاول يبحث حتى يسوي شو اسمه على مود يصير له فيدنج، اوكي؟ فبالتالي انت بس مجرد تجي على الانجل اوف ذا ماوث او على الشيكس مالت الطفل تسوي لها ستيموليشن، راح يبدي الطفل يدير راسه بهذا الاتجاه، هذا نسميه روتينج ريفلكس. بالمقابل السكند ريفلكس اللي هي انت تيجي على الروف او مال الماوث بس تسوي له تاتشنج، الطفل يبدي كانه يسوي سكند، كانه هو الطفل دا يسوي سكند عبال دا يسوي سواء من مما او دا يسوي بريست فيدنج، فبالتالي هذا نسميه سكند ريفلكس، اوكي؟ فبالتالي روتينج هي من يدير راسه، السكند هي عباره عن سكند فانكشن هذا يسوي بالطفل. بالمقابل عندي البالمر ريفلكس اللي هي شنو؟ انت من تخلي ايدك بايد الطفل راح يبدي يسد ايده عليه، اوكي؟ من يسد الفنجرز مالته على ايدك هذه نسميها البالمر ريفلكس، اوكي؟ طبعا اتصور هذه هواي يستخدمها، يعني كلش لطيفه بالاطفال، هواي من عندكم عندهم اطفال مثلا او شيء او عندهم ريلاتيف عندهم اطفال يشوفوها هذه، اوكي؟ فبالتالي البالمر ريفلكس هذا الفكره مالته. نيجي على اهم واحد اللي هو البلانتر ريفلكس. البلانتر ريفلكس اللي هو نفس البابينسكي ساين على فكره، اللي هو دورز فلكشن اوف لارج تو، الاصبع الكبير يصير دورز فلكشن يصعد وبقية التو تنفصل مع بعضها، تبدي تتفرق يصير فان للأذر توز، أوكي؟ هذا نسميه البلانتر ريفلكس. هذا عادة نورمال بالأطفال نشوفه لحد عمر سنة تقريبا اكسبتد، أوكي؟ وراها المفروض يختفي. ليش؟ لأن يعني يقول لك إنه المايلينيشن بعدها ما كامل بالأطفال فممكن تشوفه، لكن من أشوفه بالأدلت هذا نسميه بابينسكي ساين. من أشوفه معناها عندي أبر موتور نيورال ليجن،
فاذا اخلي ببالي بلانتر ريفلكس اشوفه بالاطفال نورمال لحد تقريبا سنه اقل هذا اوكي لان بعد ما كامل المايلينيشن مالتنا. لكن من اشوفه بالادلت هذا اسميه بابنست ساين ويعطيني فكره عن ابر موتور نيورال ليج. اوكي بتصور كلكم شايفيه بالسترو. نجي على اخر ريفلكس اللي هو الجالانت ريفلكس. الجالانت ريفلكس هو شنو؟ وانت ببساطه من تجي على الطفل تخليه فنترال سسبنشن. يعني شنو فنترال سسبنشن؟ يعني تلزمه بهاي الطريقه، هذا مقصود فنترال سسبنشن. انت قلب البيبي ولازمه سبورت له. اوكي تجي تسوي تاتش لل او خلينا نقول هذا تجي تسوي ضرب تضرب بهدوء او مثل الدقه على السايد مال سبينال كورد. ايش راح يصير؟ راح تشوف الجسم مال البيبي يمشي باتجاه، يعني مثلا انت هذا رايت سايد خلينا نقول وهذا ليفت سايد، اوكي؟ وهذا السبينال كورد مالته، وتيجي تسوي ستيميليشن بهاي المنطقه راح تشوف البدي كانه يمشي باتجاه هاي المنطقه، والعكس اذا كانت على الجهه الثانيه، اوكي؟ فبالتالي الجالنت ريفلكس هو شنو ببساطه؟ هو مثل ما قال لكم الطفل خليه فنترال سسبنشن يسوي ستروكينج للون سايد اوف ذا سباين، اوكي؟ راح تشوف يصير عندك lateral reflection of lower body toward the stimulated side مثل ما قلت لكم هاي الصوره. هذا نسميه الجالنت ريفلكس. طبعا الريفلكس اهم واحد هو البلانتر ريفلكس والبابنيسكي ساين، اهم واحد خلوها ببالك. طيب عندنا سؤال استفسار طبعا عن هذا الجزء اللي هو اوكي بالنسبه لكم. خلينا نحكي عن اخر شيء اللي عندي هي الدرماتوم. احنا كلنا نسمع مصطلح درماتوم. الدرماتوم هي عباره عن منطقه من السكن يجيها سيم نيرف سبلاي سيم سنسر سبلاي، فهي المنطقه اسميها درماتوم. طبعا الدرماتوم انت مو ضروري تعرف هذا مثلا سي 5 هذا مثلا سي 12 هذا الوان، لا مو مطلوب تعرف عنها نقطه نقطه بالضبط، لكن اكو اماكن معينه لازم تعرفها. يعني النبل لازم تعرف الليفل مالته شنو، ال شو اسمه الامبلايكس لازم تعرف الليفل مالته شنو، كذلك الانال زون ايضا لازم تعرف مالته. فكم منطقه لازم اعرف الليفل مالته. نيجي ناخذها ونشوفها بالضبط. لاحظ عندك السي 2 يعتبر تشوفه عاده وين؟ بالبوستيرير هاف اوف ذا سكال. هنا تشوف عاده السي 2، اوكي؟ فهذا السي 2 موجود بالبوستيرير هاف اوف ذا سكال. السي 3 عاده نشوفه هذول جماعه النيك مالتهم كلش مساعديها، يعني عندها قوسين شايفين القميص اللي اخر مالته اذا النوب تقلبها فوق هذه راح يوصل للسي 3 اللي هي هذه الصوره قدامكم وهذا السي 3، اوكي؟ فيقول لك هي هاي تيرتل نيك شيرت، اوكي؟ فبالتالي لهذا طبعا هاي السي 3 اذا تشوفون الليفل مالتها تكمل هنا تشوف. خلينا نكمل نشوف جواها طبعا السي 4 وجواها السي 5. السي 4 يقول لك لو كولر شيرت اللي هي عاده هذا الياخات القصيره السير، اوكي؟ هذا يعتبر سي 4. فاذا تشوفون السي 3 سي 4 سي 5 موجوده تقريبا على اللور جو، اوكي؟ وبالنيك وعلى الابر شولدر، اوكي؟ فلهذا تشوفون البيشنت اللي عندهم مثلا فرينك نيرف اريتيشن نتيجه يا اما دايفراماتيك ليجن او حتى نتيجه البيشنت اللي عندهم بول بلادر ديزيزز احيانا تشوف عندهم ريفيرد بين لهاي المنطقه. ليش؟ لان عندهم سيم درماتوم. فخلي ببالي هاي النقطه سي 3 سي 4 سي 5 هي هاي المنطقه اللي اشوفها. نفس الشيء هنا هذا سي 3 سي 4 سي 5، اوكي؟ هاي كلها اخليها ببالي انه هي يجيها منين. فبالتالي مرات البيشنت اللي عنده مثلا دايفراماتيك ليجن عنده شيء تشوف دائما اكو الروتيشن بهاي المنطقه. ليش؟ لان سيم درماتوم. هاي النقطه اخليها ببالي دائما هاي الريفيرد بين اشوفها بهاي المنطقه. نجي طبعا يقول لك السي 6 اذا يكمل هنا انا راح اشوف السي 6 اللي انفولف ذا ثامب، اوكي؟ بالسي 6 طبعا مو مهم هذا الشيء، اللي يهمني هنا هسه راح تجي المهمه التي 4 بالليفل اوف ذا نبل. هاي دائما تجي اسئله عليها النبل يا ليفل مالته التي 4 التي 10 بالليفل اوف ذا امبلايكس ودائما تجي اسئله عليها. فاذا التي 10 امبلايكس التي 4 هو النبل. طبعا التي 7 اشوفها بالليفل اوف زايفويد بروسس. فكل شيء يهمني تعرفون النبل تي 4 الامبلايكس تي 10 التي 7 هي الزايفويد الان بتوين ال1 اللي هو دا اشوفه هنا بالانجوانال ليجمنت الليفل مال الانجوانال ليجمنت اسميها ال1 ال4 اراوند ذا باتيلا اوكي اراوند ذا ني كاب اوكي فلهذا دائما اشوف ال3 ال4 كان الباتيلا ريفلكس فخلي ببالي هاي النقطه بالمقابل بالانال زون والسنسيشن مال بينايل زون
عادة يجيني من S2 S3 S4 مثل ما بتشوفون هنا بالصورة. فكلش مهم إذا أعرف أني النبل T4 الأمبوليتس T10 الإنجوانال ليجمنت L1 أعرف الC3 C4 C5 وين موجودة. هاي النقاط كلش مهمة أخليها ببالي وأعرف. يبقى البقية هل لازم أعرف هذا L2 هذا L3 هذا؟ لا طبعا من الضروري تعرفها بالضبط ما مطالب بيها. المهم تعرف الشغلات الأساسية، تعرف بالمقابل الرفلكسز، هاي الشغلات الأساسية اللي تحتاجها تعرفها. واضحة أطباء؟ عندنا سؤال استفسار عن هذا الجزء؟ تمام. بالتالي إن شاء الله كمل النيورو أناتومي من المحاضرة الجاية راح نبدأ بالنيورو باثولوجي. النيورو باثولوجي أسهل بهواية وألطف بهواية من النيورو أناتومي. إن شاء الله راح تشوفون هذا الشيء كل الزين، أوكي؟ تمام. شكرا جزيلا أطباء، إن شاء الله موعدنا مبدئيا على السبت المفروض أكون محاضرة، بس مع هذا أبلغكم بالتفاصيل، بس إن شاء الله حاول السبت أو الأحد ناخذ محاضرتين، أوكي؟ شكرا جزيلا أطباء، بالتوفيق لكم يا رب، تحطون كل شيء ببالكم، راجعوا زين، اقروا زين، لأن بالنهاية إن شاء الله ما بقى شيء، يعني الأسبوع الجاي احتمال أول الأيام من الأسبوع ما راح ناخذ جينيتكس، نمشي بالنيوروباثولوجي هواية حتى نخلص نصه أو أكثر من نصه، وبعدها نرجع ناخذ جينيتكس إن شاء الله على النصف الثاني من الأسبوع. بس المهم أطباء اقروا زين وراجعوا زين، حاولوا تسيطرون على المادة كل زين، تمام؟ شكرا جزيلا أطباء، بالتوفيق لكم إن شاء الله نلتقي بمحاضرة ثانية، شكرا جزيلا ونشوفكم بخير. لا لا اليوم ماكو محاضرة، هاي آخر محاضرة من اليوم، إن شاء الله ماكو بعد محاضرة اليوم. تمام، شكرا.